يهزمون عموماً الحمر الوحشية الصغيرة، وعندما يصطادون في مجموعات فإن لديهم القدرة على إخراج حمار وحشي بالغ. يعد الفهد أحد أكثر الحيوانات شهرة في البراري الأفريقية، يصطاد في العراء في مجموعات تصل إلى 5 فهود. هذه القطط الكبيرة لديها أشواك مرنة يمكن أن تنثني وتقوى، هذا بالإضافة إلى أرجلهم الخلفية القوية التي تسمح لهم بالحصول على سرعات لا تصدق تصل أحياناً إلى 110 كيلومترات في الساعة. في 3 خطوات فقط يمكنهم التسارع من 0 إلى 64 كيلومتراً في الساعة. يتم استخدام ذيولها الطويلة جداً كدفة وتمكين الفهود من القيام بمنعطفات حادة عند مطاردة فرائسها. هل الفهود تأكل الحمير الوحشية؟ عادة لا تتغذى الفهود على الحمير الوحشية لأن هذه الحيوانات كبيرة جداً بحيث لا يمكن إنزالها بمفردها. يمكن أن يكون الفهد الوحشي البالغ خصماً صعباً حتى بالنسبة لمجموعة كبيرة من الفهود، لكن الفهود تصطاد وتأكل صغار الحمار الوحشي. يعد الفهد الصياد أو الشيتا أسرع حيوان على وجه الأرض، حيث يمكن لسرعته أن تصل إلى نحو 33 متراً في الثانية، لكنه في المقابل يشعر بالتعب بسهولة ولا يمكنه الاستمرار في الجري في سرعته القصوى إلا لمدة قصيرة. قد يهاجم الحمار الوحشي صغار الفهود، فتسرع الفهود لإنقاذ صغيرها من ركلات حمار الزرة الفتاكة، ولكن قد يحدث ما لا يتوقعه أحد، فقد تهاجم الحمر الوحشية تلك الفهود بشراسة. النمر ليس حيواناً سهلاً، إنه واحد من أكثر القطط البرية رشاقة، إنه قوي ويتم اعتباره في قمة السلسلة الغذائية. بقدر ما يعرف بالنمور أنها تتغذى على الحيوانات الصغيرة السريعة، تتغير الأشياء عندما تصبح هذه الحيوانات نادرة، حيث تجبر النمور على عبور الحدود في بحثها عن وجبة قد لا تكون في صالحها. النمور قد لا يكونون الأقوى، لكنهم بالتأكيد حيوانات شرسة للغاية. لهذا السبب ليس هناك الكثير من الحيوانات الشجاعة أو القوية بما يكفي للقضاء على النمر. الفهد الصياد حاد البصر وسرعته تجعل منه صيادا هائلا. الفهد إنه أسرع حيوان ثدي في العالم. هذه القطط الكبيرة رشيقة جدا في سرعة عالية، ويمكن أن تتحول سريعا أو مفاجئة في السعي وراء الفريسة. قبل إطلاق العنان لسرعتهم، الفهود تقوم باستخدام استثنائي، البصر. إنها حريصة على تفحص بيئتها والمراعي بحثاً عن علامات على فريسة خاصة في البرية. هذا القط الكبير هو صياد النهار، ومعطفه المميز يستفيد منه في حركة التخفي.